بالنسبة للمعهد العالي للرقمنة بجامعة تونس هدايا هي الحقيقة كانت مؤسسة موجودة لكن تؤمن في اختصاصات أخرى. قلنا الاختصاصات هذوما مؤمنين في نفس الجامعة في مؤسسة أخرى، وعليه وقع اقتراح أنه نغيروا الصبغة نتاع المؤسسة كلها إلى مجالات تكوين مطلوبة جدا، وتعرفوا الرقمنة والإعلامية من أكثر الاختصاصات المطلوبة. صحيح. هذاك علاش احنا غيرنا مؤسسة كاملة، يعني مؤسسة كاملة تبدلت الاختصاصات تاع التكوين تاعها. والمؤسسة هذه عندها خصوصية أخرى، أنه التدريس في المؤسسة هذه باش يكون باللغة الإنجليزية حصرية، يعني باش يتوجه وراه باش يقراه باللغة الإنجليزية لفتح الأفاق أمامهم على النطاق، مش كان النطاق الدولي، راه حتى في تونس تعرفوا عنا العديد من الشركات اللي يستثمروا في تونس يستحقوا اللغة الإنجليزية. كنا نستحقوا اللغة الإنجليزية لغة عالمية، الناس كل حتى الباحثين اليوم باش يتحصلوا على المعلومات وعلى الكتب، معناها أكثر المصادر نلقاوها باللغة الإنجليزية ومواقع البحث كيف كيف من أكثر اللغات المستعملة في العالم، فبالتالي هذه نقطة مهمة. وهو كذلك احنا السنة الفارطة راهو زاد السنة اللي قبل الفارطة أحدثنا مؤسسة تكوين هندسي في الجيوماتيك تابع جامعة منوبة والتدريس باللغة الإنجليزية، ونسب النجاح فيها كيفاش كان؟ نتصور ما يمشي غادي كان يكون متميز بطبيعة الحال، على خاطر ثم احنا اول حاجة عنا هي المعهد التونس للأعمال تونيزيان بزنس سكول، هذاك اول مؤسسة يدرس باللغة الإنجليزية، وثم حتى اختبار للغة الإنجليزية باش على خطر اللي يقرأ يجب يكون عنده الحد الأدنى من التمكن من اللغة الإنجليزية. معناتها العملية ناجحة جدا. علاش؟ خطر المؤسسة هذه ما عندناش فيها بطالب الكل، نحكي على تونس معهد تونس للأعمال تونيزيان بزنس سكول. السنة اللي قبل فارطة عملنا الأحداث الجديدة هذه، معناتها المعهد لكل المدرسة الوطنية للمهندسين في الجيوماتيك تبع جامعة منوبة والتدريس حصرياً باللغة الإنجليزية، وهذه السنة المعهد الجديد هذا المعهد العالي للهندسة الرقمية بتونس. يعني اللي مشيت واجه غاديكا، خاطر المستمع اللي سألتني هذا الصباح قالت لي بربي اسألوا على المعهد العالي للهندسة الرقمية يزم يكون متميز في اللغة الإنجليزية وسكور يكون تقريبا يزم يكون عالي، ما نتصور يزم يكون على خاطر هذيك لغة التدريس بالضبط. يزم يكون متمكن من اللغة الإنجليزية، وطبيعة حال ما تكفيش يعملوا المجموعة النقاط نتاعهم عندهم فورميولا كي يعرفوها وينجموا يحسبوا.